رواية الطر بقى بالقشطه والسمنه البلدي او اي سمنه انت بتفضليه. اتفضلوا بقى، لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسيش بقى تعملي لايك وشير واشتراك للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده بقى الرقاق الطري الفلاحي. معانا بقى لبن حليب اهو، او حليب على رايك اللي موجود عندي. معانا سمنه مسيحين على النار، معانا معلقه سكر كبيره ومعلقه ملح صغيره، معانا ربع معلقه خميره فوريه، معانا معلقه قشطه، معانا الدقيق بقى. هندخل الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي بقى نعجن العجينه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بقى نحط اللبن في الطبق اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هنعجن فيه واللبن ندفيه، يعني ندفيه عشان الجو برد بس. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بقى بشويه خميره، يعني حوالي ايه ربع معلقه خميره كده. اهي خليه حلو، خليه والملح والسكر. السكر بيخلي العجينة طرية. واسيب شوية للآخر ألم بهم العجينة. وادي القشطة. بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما عندكش قشطه برضو مش مشكله، قشطه من على وش اللبن الحليب. نقلب كله بقى مع بعضه لما يدوب خالص، وننزل بقى اللي بالدقيق. الدقيق بقى زي ما العجينه تاخد معايا. هنحط السمنه بقى الاخر اهي، تلم العجينه. افضل اعجن بقى لما السمنه دي تتوه في العجينه، تضيق في قلب العجينه. ليه العجينه بقى لابسه شويه، يعني يابسه، تحط لها شويه ميه عادي او شويه لبن الموجود عندي. لقيتها لينه تحط شويه دقيق. بقى معايا اهيت لمت من الطبق اهوت اللي عجنت فيه، طشت اهوت العجينه في ايدي اهي بقى ليونتها اهيت. همشي بقى على اهي ما توصل معاك كده للدرجه ديت، خلاص نبتدي بقى نقطعها بقى كور ايه حلوه، يعني متوسطه كده على قد الحاجه اللي هنحطها فيها في الفرن. حطينا شويه دقيق اهو عشان اقطع عليهم العجينه. نبتدي بقى نلم العجينه كويس كده معانا، نبتدي نقطعها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم.
خلصت معايا اهيت، هبتدي اولع بقى الفرن عشان احطها في عشان الفرن يسخن لما ابتدي افردها. غطيها بقى بالمشمع، المشمع يشف لي هنسيب العجينة بقى ترتاح شوية، نبتدي بقى نفردها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصوا معايا، نحطها بقى ونغطي عشان ما تنشفش، نغطي بحاجة كده أو بمشمع، شنطة مشمع بلاستيك، نغطيها عشان ما تنشفش. Thank you.
تفضلي بقى ترحرحيها دهون عشان تترق، كل ما تترق بتبقى اجمل. اديها بقى زرفة راح. بالمراعي على بديه تستوي الفرن. نحط الفرن على ما نجيب اللي وراه. ما تحركهاش بالعود الا لما تكون استوت في الجنب عشان ايه ما تتقطعش منك. وبعدين لو عايزه تعملي فرن البوتاجاز على الصاج، بس انا بحب اعمله في الفرن البلدي اللي هو الغاز ده. Thank you.
جنب ال في الفرن اهي. روح البتاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. قشطه والسمنه البلدي، شايفين؟ شايفين الرقاق والطراوه بتاعته؟ حطيه بقى على بعض الضغط عشان ما ينشفش منك. اللهم صل على النبي. انا بشيبها بقى للياف. الله، الريحه بتاعته طالعه جميله، ريحته جميله.